مزارع الزوير والأخص اللحيس، مزارع خير من الله وزايدة، حتى يمكن نقدر نصدر للخارج، بس إحنا نعاني من المنافذ الحدودية مفتوحة. والرخص هسه حاليا المزرعة مكلفة 20-25 مليون، وهسه حاليا اليوم 8 و7 الصندوق، يعني إحنا وكروتنا 50 ألف للزوير، شلون راح نسد الخسائر مال الزرع؟ بالنسبة للحدود، الحدود مفتوحة علينا وما نستفاد نهائيا من هاي الزراعة مالتنا، يعني إحنا كل واحد مطلوبين هسه ما يقارب 15-20 مليون، وأكو بيها ناس لا والله زارعة يعني مزرعتين وثلاثة، يعني مطلوب بالملايين. إحنا على الله وعلى الزراعة ما عندنا غير هذا الإنتاج. يعني وين نروح؟ نبطل؟ عندنا بس 6000 مزرعة، السنة زارعين بال 4000 5000 مزرعة، نبطل ملينا والله ملينا، قمنا نكودها بالشارع 30 كيلو 6000 دينار الله شاهد، نبطل وين نروح؟ وين بيوتنا بعناها؟ الله شاهد طلبنا، قعدنا بلا جار، نجيبها منا نردها منا نطلبنا، ما يصير يا أخي، الحدود ليش مفتوحة علينا؟ شد الحدود يا أخي ملينا، يعني نطلع نسلي بالشارع، نطلع شو نسوي يعني؟ قاعد نشتغل، قاعد نبيع سياراتنا ونشتري اصغر سيارات، يعني مثل ما كان عندنا لوريات هسه عندنا هينوات، باكر عندنا كيات نحملها، لان ما قاعد تمشي، لان الطماطه مفتوح علينا الحدود، من انفتح الحدود الزرع ما قاعد يمشي بصوره صحيحه. حجزت شوف الطماطه ظاله هنا، أنا ليش الحدود مفتوحه؟ تركيا تودي، من الصين تجي، ايران تجي، يعني العالم تدمرت دمار، الناس باعت سياراتها، باعت بيوتها، هذا قام يشتغل تاكسي، تدمرت العالم، تدمرت، ما حد يفكر بالفلاح. نعم نتعرض إلى بعض المشاكل من هذا الخصوص، هو فتح إقليم كردستان إلى الحدود وإلى دخول المنتج المنافس من الدول المجاورة، الذي يؤثر سلبا على السوق وعلى إنتاجية الفلاح واستمراريته بالزراعة. والله أستاذ يا ريت بالنسبة للسعر يا ريت يعني تثبت تصير بـ10,000، خاطر نسدد الدين اللي علينا.